بداية نرحب بالرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي مع النواب ومع الأعضاء، ونرحب بالرفيقات بتجمع زنوبيا. السوداء في قبوري. ثم بعد ذلك رأينا هذه الأعباء الدينية تتطور وتبدأ بأخذ شكل طابع يريد إقامة شرع الله عنوة وبالإكراه، حتى أنهم فرضوا رأي واحد أن جميع الناس كفار وهم على الحق. ثم بعد ذلك بدأ بعض الفصائل تتشكل بأن هناك أرادوا لها أن تنحرف عن مسارها من المساجد. ثم بعد ذلك بدأ الخطاب الديني يظهر، الشعب لا يريد أن يخرب هذا البلد ولا يريد أن يجعل فوضى، لكن السلطة أرادت أن يكون في تخريب العرف المجتمعي والعادات والتقاليد. وشوي تفضل أخونا إنه الشيوخ العشائر، كان الشيخ يعتبر هو البوصلة الحقيقية للعشيرة. أنا كمواطن يعني لا أعرف مثلاً بالمتشدد ولا شلون أنا أميز بيناتهم. مثل ما تفضلت، صار عند الناس ردة فعل عن كثير من الناس، من التشدد انتقلوا إلى الانحلال. فهم الدليل، نحن ليس إشكاليتنا بالدليل، إنما إشكالية في فهم الدليل. ربما أنا أتيك بدليل، هذا الدليل أنت تفهمه بعموم بشكل عام أنه يؤيد فكرته،